جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أرجو التكرم بتوضيح بعض الأعمال التي تقوي الإيمان في النفس، والله يحفظكم. الأعمال التي تقوي الإيمان في القلب كثيرة، أعظمها تلاوة القرآن العظيم وتدبره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتلاوة القرآن وتدبره أعظم ما يلين القلوب ويجلب الخشية ويبعث على الطمأنينة والراحة. وكذلك مما يلين القلوب مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلم والذكر والاستماع إلى المواعظ، فإن هذا مما يلين القلوب ويبعث على خشية الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على الصلاة، على الصلوات الخمس، حضور القلب فيها أعظم ما يلين القلوب ويجلب الخشوع. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صلوات الخمس والمحافظة عليها وإحضار القلب فيها يلين القلوب ويبعث على حب الخير وعلى الابتعاد عن الشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ودواعي الخشوع كثيرة، كذلك الأكل، إطابة المطعم، الأكل مما أحل الله، إطابة المطعم، هذا من أعظم ما يكسب الخشية لله عز وجل. وعلى العكس من ذلك، فإن أكل الحرام وأكل الخبائث يقسي القلب ويبعد عن الله سبحانه وتعالى ويمنع إجابة الدعاء. نعم.